هذا يثبت لك ان قطر كانت تابعة حق البحرين، كان يحدث فيضان مية الهلال. بس والله ولا اسوي، راح اسوي لي دفتر تحضير تربيه فنيه، انا فاضي يعني انا اسوي تربيه. لا، كان اسمها ارخبيل جزر البحرين وتوابعها، لان انا كنت الوحيد بين المعلمين اللي عندي مؤهل جامعي. رئيس المحكمه الدستوريه، وزير التربية والتعليم، أخذت جائزة الشيخ حمدان وأخذت جائزة الجودة التعليم في البحرين وتميزت المدرسة والطاعة الأولى على البحرين. اتولدت في قرية قلالي، وقرية تقع في أقصى شرق البحرين، طبقة يعني ما كانت جزر امواج وذيل موجوده. هذه القريه اللي لي حدودها من مدرسه قلاله للبنين، هني كان البحر، هني كان البحر يجي، انما كانت امواج وهذه البيوت غير موجوده، كانت القريه بس هي الموجوده. وكان سميت قلاله لقله سكانها، قليلين يعني يمكن 100 شخص يعني. ف هذه القرية تقع في أقصى يعني شرق البحرين يعني، وتقينا البحر كان يعني عميق، يعني لما الماء يصير في حالة مد يعني تكون الماء رفيعة، وكان أهل ولما تكون في حالة جزر تنخفض. حدث فيضان، كان يحدث فيضان يسمونها هما أهل القرية مية الهلال. هذه حدثت لي في 1967، كنت أنا في الصف الخامس الابتدائي. في الفيضان كنا طبعاً كانت أعمارنا 10 سنوات، هلون 11 سنة، فكنا طلبة يعني، وكانت المدرسة توها مسوينها يعني مدرسة، لأن ما كان موجود فيه مدرسة، والسور مالها شبك يعني مش جدار يعني اسمنتي، كان السور شبك. فصار فيضان، فيضان البحر سمونها هم الغارية ميات الهلال، يعني تحدث كل مثلا 20 سنة. يعني احنا طلعنا البيت، كل واحد يبي ينقذ نفسه، استاذ كل واحد يبي ينقذ نفسه، لأن المية وصلت تقريبا 3 أمتار لهني. فكل ما عنده يعني مثل ما تقول، ولا الإدارة اللي يعني أنا يعني أتذكرها ولا شفتها. فطلعنا من المدرسة، وإحنا طالعين من المدرسة كانت يعني في ساحة علشان نمشي كل واحد، وأنا وصلت للمية لهني تقريبا. لا انا لله الحمد يعني في يعني انا لان من عائله يعني ذات المنانه، عائله يعني ملتزمه، عائله عربيه طبعا يعني اصلهم جايين من نجد. الان يعني حوالي عدد سكانهم احنا في البحرين 3000 واحد يعني، رغم انهم هاجروا وراحوا قطر، واحنا الاصل كنا في قطر في بظروف، في قريه اسمها بظروف، وكان جدي الإمام المسجد مال بظروف، وبناته واحدة تزوجها جدي شمسان، هو اسمه حسين بن علي المناعي، فكان إمام في مسجد بظروف في قطر. وكان المسجد هذه في بظروف هو الوحيد، فجدي وولده الكبير اسمه أحمد، لأن جدي كان عنده 4 زوجات، لأنه كان نوخذه أكبر نوخذه في البحرين. طلعوا هو هذا يثبت لك أن قطر كانت تابعة حق البحرين، لأن في ذاك الوقت البحرين ما كان اسمها دولة البحرين أثناء الاستعمار البريطاني، لا كان اسمها أرخبيل جزر البحرين وتوابعها، أرخبيل جزر البحرين
وتوابعها. توابعها هي كل الجزر المحيطة فيها بما فيها قطر تابع حق البحرين، لأن قطر ما كان فيه سكان بذاك الوقت في الأربعينات، ما كان فيه سكان. إيه هذه أثناء ما كانت عائلتنا إحنا موجودة، عقب موجودين، بس إحنا كنا نمثل العائلة الأكثر في قطر وهاجروا. وهذا اللي يدلك على أن يعني أن اللي كان اللي يعني يحكم قطر وكان له النفوذ في قطر هم القبائل، اللي هي كانت أصلها من البحرين، قبائل كانت كلها بحرينية، لأن يعني حكم آل خليفة كانت عائلة آل خليفة كانت في الزبارة، يعني يوم مهاجرين من الكويت في الزبارة كانوا، يعني وما زالت بيوتهم موجودة، ما أدري بعد حين هدمت أو لا، ما أدري الله أعلم، إنما كانت الخليفة كانوا ساكنين في الزبارة، فكان والعائلات اللي تتبع الخليفة كانت موجودة في قطر. واللي يدلك على ذلك أنهم كانوا القبائل هذه كانت يعني عندها هجرة معاكسة، يعني أتي البحرين وتروح قطر والعائلة وحدة، والعائلة هي وحدة، بس لأن البحرين في ذاك الوقت كان فيها النشاط القوص، أيام القوص يعني قبل النفط كان فيها أكثر، والنشاط التجاري كيعني ممر، لأن البحرين جزيرة فكانت تمر فيها السفن العابرة اللي تروح الهند وتروح المناطق كانت تمر بها، وكان البحرين فيها حركة ثقافية، البحرين كان أول مدرسة أنشئت في الخليج، أنشئت في البحرين 1919 وهي مدرسة الهداية، فكانوا يجون من الكويت يتعلمون في البحرين، حتى أهل الكويت يتعلمون في البحرين ويعني يدرسون في البحرين. فالقبائل هي نفس اللي موجودة في البحرين موجودة في قطر، وكانت البحارة مالها من الأحساء، فكانوا يجون قبل شهرين يجون يجلسون عندنا في البيت حوالي 30-40 واحد، فلما هي موسم القوص هو وود خاله أو ود عمه هو يمسك، احنا نسميه بانوش يعني باخرة كبيرة، هو يمسك واحد وود عمه يمسك واحد، بس هو الأساس، شمسان أبو شمسان هو الأساس، هو أكبر يعني نأخذه على مستوى مو بالبحرين، على مستوى الخليج كله، وكان شقوف بفقط صيد اللؤلؤ، لأن اللؤلؤ ما كان قريب يعني في البحر، كان بعيد، يروحون شهرين تمون، يروحون يعني يروحون يعني قبة سلامة، يسمونها قبة سلامة، هذه اللي ما لها عمق ما لها شيء، علشان يبون اللؤلؤ، فكان عنده قواويس خاصين به، عقب يعني كانوا يزورونه، أنا شفتهم لما توفى كانوا يزورونه، يجون بيتنا، لأن بيتنا كان كبير يعني زي القلعة كده، وكنت أنا لما كنت صغير قبل لا أروح المدرسة من حبي للدراسة كنت أروح مع ولد عمي وفي الصف الأول، وأنا أمشي يطلع علي من الدريشة علشان بس أحب أتعلم شلون يتعلمون. كانوا يسوون حفلة في العيد الوطني، وكان أستاذ يعني اسمه أحمد النعيمي يعني يغرب لي، فكان يسوي حفلة يعني بتوجيه من المدير في العيد الوطني، لكن ما شاء الله يعني كأنها حفلة من الدرجة الأولى، في الليل يسوون الحفلة، يسوون مسرح ونظمون الاحتفال يعني بشكل يعني صح. أن أنا يعني أنا سمعت أنا وشفته، لأن أنا ما أقدر أجي في الليل من قلال الذي ما في لا باص ولا تاكسي ولا 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 حاجة يعني، فكان يعني من عائلة مثل ما تقول مثقفة، يعني عائلة مثقفة، فكان يعني اشتهر بأقنية
يعني يمكن لو الآن يبون يألفونها ويقدرون. إيه بحرين أنت عربية 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 من عصور أزلية أزلية، قمنا بالمنافة بالمنافة. بعد الثانوية العامة حت منحة يعني من الوزارة، والأول كانوا بس تروح يسجلونك حق منحة، ولما بتي بتغير يقول لك لا، يعني تعرف يعني الأول العقلية غير. فرحت إدارة البعثات في الوزارة القديمة اللي في المنامة وسجلت، سجلوني حق جامعة الكويت، لأن الكويت كانت تقدم منح دراسية يسمونها منحة مقعد، يعني تحصل بس مقعد، في سكن وفي أكل عليهم بس أنت، والرسوم الدراسية عليهم بس أنت، يعني عليك الصرف على احتياجاتك الشخصية. درست علم النفس، وصراحة درسوني يعني صراحة يعني أساتذة كانت في ذاك الوقت، يعني في سنة 1973، في السنة الأولى اللي قامت اللي دخلت فيه هنا الكويت، يعني كانت درست كانت في مدينة الشويخ، ثانوية الشويخ. هذه الثانوية كانت حكومة الكويت تستقطب فيه الطلاب من كل أنحاء الوطن العربي، يدرسون الثانوية من المغرب، من الجزائر، الفلسطينيين اللي هاجروا بعد النكبة، من اليمنيين، من كل أنحاء العالم في هالمدينة. هذه مدينة عودة، يعني فيها سكنات حق الطلبة، وفيها مطعم سكنت فيها. إيه في السكن إحنا كان السكن عبارة عن جناحين تحت وجناحين فوق، بس الجناح هذه مش مو يعني في بارتيشن مقسم علشان كل واحد يكون له غرفة. في ذاك الوقت كان سكن 11، يعني فيه 12 سكن 12 بيت يعني. فكان ودونا احنا الطلبة البحرينيين وخلونا في جناح واحد، معانا رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الحالي، كانوا معنا في نفس العنبر يعيشون. فكان كلنا كل واحد يشوف الثاني، يعني على السرير، لا سرير ولا زي الكبت كذي زي الخزانة والطاولة كذي، والله يعزك يعني دورة مياه. فكنا يعني عاديين، وفي داخل صالة تحت قاعة، هذه القاعة علشان اللي يبي يدرس يزعم بهدوء، يعني يزعم يعني بهدوء فيروح القاعة يدرس، ويون يأخذون ثيابنا يعني أسبوعيا علشان يغسلون ثيابنا ويرجعونهم. صراحة يعني مجانا بدون دي. بعد ما تخرجت اشتغلت معلم في مدرسة إعدادية، مدرسة عمر بن الخطاب. هذه المدرسة المشكلة ما فيها علم النفس، لأن علم النفس لا يدرس إلا في الثانوي. فيبوني قالوا إيش تعطونا، يعني هو الأول عندهم فكرة إن المدرس اللي يلتحق بأول سنة ما يخلونا سيدي يودونا الثانوي، لازم يمررونا بالابتدائي. زين إزاي أنا تمرروني بالابتدائي وتخصصي علم النفس، والابتدائي ما فيها علم النفس، والإعدادي ما فيها علم النفس. فعطوني مواد اجتماعية أدرس الصف الثالث الابتدائي، لأن أنا كنت الوحيد بين المعلمين اللي عندي مؤهل جامعي بين الأساتذة، لأن كانت غرفة واحدة، مدرسين الجغرافيا الاجتماعيات، مدرسين العربي، مدرسين زين درس اجتماعيات، ما علي الاجتماعيات يعني سهلة تمشي روحك فيها. وعطوني علشان يكملون الجدول، لأن لازم تكمل الجدول المواد، لازم المدرس يأخذ له 15 حصة. زين عطوني رسم، أنا ما أعرفش أدرس رسم، إزاي أدرس رسم الصف الثالث الابتدائي؟ فقال مع أن المدير من أحسن المدراء في ذلك الوقت اللي هو الأستاذ راشد عبد الله مندي،
كان حقوق راقوس هو مدير محو الأمية على مستوى البحرين، فكان فعلا يعني يتكلم كأنه يتكلم عن يعني كأنه مدير فعلا مدير مؤهل. فأنا درس رسم، طبعا الرسم ما في دفتر تحضير، أنا إيش عرفني إلا دفتر تحضير، أروح حق الطلبة وكل واحد عنده دفتر رسم عنده ألوان صغار في الثالث، فهو يرسمون ويالسين. جاني موجه من رسم اسمه أسحق خونجي من الفنانين اللي تشوف السمكة اللي السمكة هذه اللي على البحر هو عملها زين، وزرته أنا في البيت بس بعدين. فكان هذه هو مدرب فريق في الرفاع اسمه فريق النجم الخليفية، وفي أحد لاعبينه الملك، هذه الموجه كان مدرب كرة قدم بس مش تابع للوزارة. يقول لي فين دفتر التحضير؟ قلت له والله هذه مادة الرسم، هذه ما فيه دفتر تحضير ولا شيء، أنا صراحة ما أعرف أحضر دفتر رسم، أنا زين أسوي تحضير حق الاجتماعية، أعمل تحضير للرسم، أنا مش تخصصي، أنا علم نفس واجتماع، تخصصي علم نفس واجتماع بكالوريوس كلية الآداب جامعة الكويت. فقام وراح اشتكي عليه عند المدير، لا يقول هذه المدرس هذه ما عنده دفتر، وأنا كنت الوحيد اللي عنده مؤهل جامعي على الأساتذة كلهم، كلهم كانوا متخرجين من الثانوي، بس والله ولا سويت، راح أسوي لي دفتر تحضير تربية فنية، أنا فاضي يعني أنا أسوي تربية. وكنت أنا ناقم على نفسي صراحة، تحن أنا يعني متخرج من الجامعة وهذه لي من الثانوي رغم أنها مريضة هذه، وأنا جامعي يعني أدرس ابتدائي يعني. ففي الصيف في أول سنة استقاليت من الوزارة، استقاليت ربعي اللي كانوا في الكويت معاي اشتغلوا في وكالة أنباء الخليج، كانوا فاتحين وكالة أنباء الخليج التي تمثل كل دول الخليج، وكان ذاك الساعة في وكالة أنباء يمكن بس الكويت عندها. فاشتغلت محرر في الجريدة، وإذا عاوزين تشغلون عندكم حشتغل يعني، بس أنت أقول لي الأستاذ إيهاب أنا مدرسه على فكرة. إيه اشتغلت في وكالة أنباء الخليج محرر، رئيسنا من نبيل الحمر اللي هو الآن المستشار الإعلامي لجلالة الملك. فبس سنية ينبسط واحد يجيب لنا من وكالات الأنباء يجيب لنا الأخبار ويحط حجد قدامنا، بس كانت شفت يعني ساعة الصبح وساعة العصر، فنشتغل ونحرر الأخبار نعيد صياغة الخبر كذي ونعطيه وهو يطبعه ويبثه. فرحت جامعة الخليج وقدمت في برنامج التفوق العقلي مجال التربية الجامعة الخليج اللي في السلمانية، فش يسمونه، ودرست الماجستير، فتميت أدرس وأدرس يعني الوزارة قالت له يعني، فالمدير تعاون معي فأعطاني الحصة الأولى والثانية والثالثة أدرس، بعد الثالثة في الفسحة أروح الجامعة لأن جنب بعض النعيم، إيه أروح الجامعة وأدرس الماجستير. كنا 4 طلاب في البرنامج التفوق العقلي والموهبة، 2 سعوديين 2 بحرينيين. خدت الماجستير عقب 3 سنوات، عقب 3 سنوات خدت الماجستير المعاملة الوالدية وعلاقتها بالتفوق العقلي للأبناء، فبتقدير امتياز مع بتقرير امتياز بالتفوق مع مرتبة الشرف، وتم تكريمني من قبل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عقب 2 سنين في جامعة البحرين، سووا عيد العلم وكرمها والدراسات العليا مال الجامعة الخليج كلهم اللي ماخذين ماجستير. وبعدين لما صار عندي ماجستير في الوزارة تميت 20 سنة يعني ما ترقيت لازلت مدرس، فقمت وقدمت حق الجامعة، فرحت الجامعة شافوا عندي ماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف وخذوني في علم النفس في قسم علم النفس، وصرت معيد، تميت 2 سنين وارسلوني بعثة في بريطانيا جامعة باث، وهناك تميت 4 سنوات درست في الإبداع
في علم النفس المعرفي تخصص الموهوبين والمبدعين. عند بروفيسورة على يد بروفيسورة الآن هي أستاذ من قبل، والبروفيسورة تمت سنة ونص تشرف على رسالتي تقريبا، تميت أنا أحضر، يعني تقول لي أحضر وقرأ، لازم تقرأ، أنتوا العرب ما تقرون. فأنا أروح المكتبة وأقرأ، المكتبة حولي خمسة طوابق ومكتبة في كل شيء يعني. فتميت أقرأ ولين بدأت الخطة، كتبت الخطة وتخر وعقب يوم سنة ثالثة اللي تقول أنا بروح جامعة هارفارد كأستاذ زائر. بس أنت بس لما باجي، هي عندها بيت في باث في بريطانيا، مدينة اسمها باث، حتى هي كانت المصيف مال الشيخ عيسى الله يرحمه. فقالت لي لما آي باث تعال لي، فصار اتصال بيني وبين عن طريق الأونلاين. فتميت أشتغل على الدراسة، دراسة كاهية يعني، بس هذه كتاب سويته لها، ودرست على على الفنانين التشكيليين في البحرين دراسة نوعية، يعني هذه أول دراسة، وثقت الدراسة في وثقت في المجلس العالمي الحمد لله لتميزها، ووثقت في مكتبة الملك فهد في السعودية، وتم توثيقها كذلك في برنامج العالم، ما أدري شو اسمه، لأن أنا فعلًا أنا شفته يعني بعيني. فسويت كتاب. بعدين تزوجت واحدة من عائلتنا من المناعي، كانت مديرة، صارت مديرة مدرسة العروبة، وخذت جائزة الشيخ حمدان، وخذت جائزة الجودة في التعليم في البحرين، وتميزت المدرسة وطلعت الأولى على البحرين. كانت قريبتنا يعني، أمها كانت بنت خالة عمتي. فالحمد لله الله رزقني ببنات ثنتين، وواحدة طلعت في المرحلة الإعدادية طلعت الأولى على البحرين، والثانية نفس الشيء من الأوائل يعني، لولوة وموزة. وفي الثانوي بعد طلعت لولوة الثانية على البحرين على العلمي قسم الفيزياء والرياضيات. أنا أستاذ يعني أنصح الشباب بالصبر، الصبر، إن الإنسان لازم يعني يصبر في حياته. قد يجد المشكلات، أنا واجهت كثير من المشكلات في حياتي، حتى أنا قلت عن نفسي، أنا من نفسي أتكلم أقول أنا يعني ما تم المشكلة ما صدتني يعني. أنا شوف هذه يدي اليمنى فيها إعاقة شوي، لأن الأول ما كانوا في يعني دكاترة، فلما طلعتني من الدكتورة من طلعتني في ولادتي كسرت يدي، وظليت الآن هذه اليد اليمنى هذه ما أقدر أرفعها لفوق يعني انكسرت. حتى بنتي هي اللي قالت لي الآن، قالت لي لا يا بنت ما فيك شلل أطفال، أنت شوف البنت تفهم، أنت ما فيك شلل أطفال، لو شو فيك شلل أطفال كان يدك كلها ما تقدر تحركها، أنا كان بصير كذي علمه. بس أنت لما ولدوك المولد اللي ولدتك لما صحبتك بالقوة كسرت يدك. فالله الإنسان يتقبل، لا بزين الإنسان يتقبل الابتلاء، أنا أنصح الشباب، ويتقبل المشكلات وما ينهزم من أول مرة تلاقي مشكلة ينهزم، لا، علينا هو يصبر ويتغلب على هذه المشكلة. وفي نفس الوقت لازم يعني أنا من الأشياء اللي أؤمن بها يعني، حتى في حياة المبدعين قريت عنهم يعني، أنا طبعا الصفر مو مبدع، ما أقول نفسي أن أنا مبدع، أن لازم أن الواحد يعني لما تواجهك مشكلة يعني تحاول التقلب على المشكلة بطريقة أو بأخرى، لا تيأس، وأن تنصر الله ينصركم.